السلام عليكم، انا شكري وهعمل معاكم النهارده نوع قرص جميل قوي وطعمه جميل قوي، ونشوفه واحنا ماشيين في الشارع كده في الفران. احنا مش عارفين دي قرصه ولا عيش. لا دي قرصه وطعمها جميل فعلا. هي تعملينها بالسمسم وحبه البركه، هشه جدا وطريه جدا وطعمها احلى من شكلها زي ما بنقول. وعلى بركه الله هنبتدي الشغل. عندي 400 جرام دقيق، عليهم ذره ملح، وعندي كوبايه ميه ونص كوبايه لبن ومعلقة كبيرة خميرة و75 جرام زيت ومعلقة صغيرة سكر. هناخد أول حاجة، أنا هاخدها مع المعلقة الصغيرة السكر ديت، هنحطها على الدقيق مع الخميرة معلقة كبيرة، والدقيق 3 كوبايات إلا تلت، ويتقلبوا في بعض، يعني كوبايتين سلام والتالتة ناقصة تلت الكوباية، تلتين هناخد منها تلتين الكوباية يعني، ونقلب الحاجات الناشفة دي في بعضها. وهبدأ أديلها بعد كده اللبن والمية سنة سنة ونشوف الدنيا فيها ايه. انا عندي كوباية ونص، كوباية مية ونص لبن. عايز تخليهم كوباية ونص دول لبن ماشي، عايز تخليهم كوباية ونص دول مية بس ماشي براحتك، عايز تعملهم زي ما انا عاملهم براحتك، المهم في كوباية ونص سوائل موجودين. هنقلب العجينة كويس بتاعتنا. انا عايز اشوف عايزة مية ولا لأ؟ عايزة مية، هتاخد المية بتاعتها مظبوطة، ميتها مظبوطة على الدقيق اللي عندي. لما العجينة هديلها 75 جرام زيت، يعني قلنا 2/3 كوباية، وهقلب العجينة بالراحة كده، بنلم بس المكونات بتاعتها، ما احناش بنعجن ولا حاجة، احنا بنلم بندخل مكوناتها في بعضها، بنخلطها بس مش بعجن. والعجينة ديت بتبقى طرية، عجينة القرصة ديت بتبقى طرية. طرية بتبقى العجينة طرية. على كده هسيبها في البولة بتاعتها بغطي واسيبها تخمر، حجمها يتضاعف مرة كمان. خمرة العجينة اهيت، وزي ما قلت لكم انا بخمر في الميكروويف، اسخنه على 4 دقايق واقفل الميكروويف واحط البولة في الميكروويف مطفي طبعا، على طول العجينة بتشتغل على طول. اهو بفضي العجينة بتاعتي والهواء من العجينة، عجينة طرية خالص وعاملة زي المية وماسكة نفسها، مش عاملة زي المية ان هي يعني، لا ماسكة نفسها. رش الدقيق على الأرضية، هنزل عليها العجينة اهوت، ورش الدقيق فوق وهلفها بس كده لفة صغيرة. الناس اللي شاغلة نفسها بموضوع الدقيق نوعه ايه وشكله ايه، ما تشغلوش نفسكم بموضوع الدقيق ده خالص، غير في الكحك بس. الكحك بس لازم تجيب نوع دقيق كويس، انما المعجنات اللي احنا بنشتغلها والحاجات دي اي نوع دقيق موجود في البيت اشتغل بيه، ما تسأليش وتحيري نفسك ونوع الدقيق ايه وعرقه ايه. المواضيع دي كلها مواضيع الناس بتعملها علشان تعمل أهمية للمنتج بتاعها. أي دقيق في البيت عندك اشتغل بيه، ما تفكريش في موضوع الدقيق ده غير في وانت بتعملي الكحك والبسكوت والبوتفور إن شاء الله رمضان الجاي لو ربنا ادانا عمر. حطيت العجينة في العجينة، عايزة تحطيها مرة واحدة يعني تعمليها قرصة واحدة ماشي، عايزة تعمليها على 2 على 4، عايزة تعمليها زي البتيبان صغيرة براحتك زي ما انت عايز، بس انا عملتها كبيرة عشان شكلها يبان. فردتها في الصينية اهيت واسيبها تخمر. خمرت العجينة عندي اهيت، وهبدأ بطراطيف صوابعي مش بضوافري، بطراطيف صوابعي، لان الضفر هيقطع العجينة لتحت. انا عايز الصابع بس بعلم، بعمل لها شكل جمالي مش اكتر يعني. وعندي بيضة عليها معلقة زيت ومعلقة مية او معلقة لبن، وهدهن بيها الوش. ادهن الوش بالراحه كده بطراطيف الفرشه بتاعتي، ما تتكيش على حاجه خمرانه وانت بتدهنيها، دايما كده بتدهني عليها من بعيد لبعيد كده. الفرن طبعا بتاعك سخن، مش لسه هتولع الفرن، لان الحاجات ديت لو دخلت على فرن بارد بتنشف على طول، لازم فرن سخن، اي حاجه في الدنيا لازم فرن سخن. لمعتها في الوسط وهلمع الطرف بتاعتها. زي ما قلت لكم حاطط ورقه زبده في الأرضية، لو أنت ما عندكيش ورق زبدة
هتدهن الصينية بحتة سمنة أو بشوية زيت وتعفريها بالدقيق وتفردي فيها القرصة بتاعتك. عندي سمسم اهو رشيته في الوسط، سمسم أبيض أو متحمص السمسم اللي موجود عندك، وعندي حبة البركة هرشها على طرف القرصة. بالراحة كده نعمل لها شكل جمالي بس، وهتخش الفرن على درجة 200 في الشبكة اللي في الوسط لحد ما تستوي الأرضية استوت، ولقيت الوش ما جابش اللون كويس افتح عليه الشواية دقيقة ولا حاجة على الفرن على طول. استوت اهيت، تبقى خارجة من الفرن ناشفة. هنعمل ايه؟ عندي فوطة نظيفة كده او كيس اغطي القرصة ديت، هسيبها بس 10 دقايق بالظبط، هرجع الاقيها بقت زي المية، طرية خالص، طرت خالص. شلت الورقة اللي ورا اللي في الأرضية، بتشال بسهولة جدا، مش فيها حاجة اهي زي ما انتم شايفين. ونقطع حتة نشوف الدنيا فيها ايه، شايفين الطراوة بتاعتها. نقطع حتة كده ونشوف الدنيا عاملة ايه جوه، هي شكلها من بره كويس بس نشوفها بقى من جوه عاملة ايه من جوه. ما شاء الله زي الفل، مفتحة وهشة وطرية ولونها مظبوط وأرضيتها مظبوطة، السوا بتاع أرضيتها وطرية خالص اهيت، وطعمها جميل فعلا اهوت، مش محتاجة كلام خالص، زي ما بنقول مش محتاجة غير كوباية شاي ومتشكرين على كده. قرب لها شوية، فعلا قرصة جميلة مش محتاجة حاجة فعلا يعني. عايزة تحط لها بقى معلقة لبن بودرة، ماشي زودي من عندك. عايزه تحط بيضه، ماشي، معلقه لبن بودره على طول، مش متدوب في ميه، بودره بيضه، ماشي. عايزه تشيل تحط نص زيت ونص زبده، ماشي. انا بعمل اقل حاجه اللي هي موجوده في السوق، واحنا بعد كده نحسن فيها على حسب امكانياتنا، انا ما افرضش مقدار معين على حد. واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.